دوري التضامن في مدنا بالدعم امام التعتيم الاعلامي لبقيه الفضائيات. موضوع تشابكت فيه المصالح الدوليه وموضوع تورطت فيه يعني اطراف من الحكومه السابقه لا زالت الى اليوم يعني موجوده في يعني لا زالت حيه، وايضا هنالك من هو موجود ايضا داخل السلطه. اكيد مثل هذه الامور وما لا نعلمه ايضا من تورط بعض اطراف اخرى داخل السلطه والمصالح المتشابكه. يعني بن علي موجود موجود في السعوديه لسائل يعني ممكن الاقدار تلعب في لعبتها. يعني ان سبب قبول نتذكروا كي خرج بن علي حد ما حد يقبله الا السعوديه، والكل ما تسائلنا هو وجود مثل هذا الملف الخطير الذي يساوم عليه الحكومه السعوديه مثلا. معناها واضح شنو هذه من الاشياء اللي نتوصلوا لها بالتحليل المنطقي. معقول. لكن اكيد هنالك العديد ايضا من الحقائق الاخرى التي كنا نظن ان حكومتنا سوف تضع حدا مع التحكيم الاعلامي السابق وستكون شفافه اكثر في التعامل مع الملفات الحقوقيه، ولكن ما يسوءنا ان يعني غيابهم اليوم هو كشف عن اراده سياسيه واضحه في ان تبقى ملفات الفساد وملفات الملفات الحقيقيه للمحاسبه مغلقه. ونحن نقول لهم كمنظمه حقوقيه آن الاوان لفتح الملفات، ونريد نحن، انتم لا تريدون ونحن نريد فتح ملف السجون السرية. قضية رأي عام.